بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحضور جميعا مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نبارك لكم عيد الغدير الأغر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. البحث هو كما ذكر جناب الشيخ الدكتور الإمام علي عليه السلام وعلوم القرآن، دراسة في الأسس والتقسيمات. ولربما أغنى عني ما تقدم من بحوث في قضية إثبات أن الأعلم بالقرآن والأعلم بالكتاب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهذا جزء سوف أختصره ولن أذكره لأنه قد أثبت في البحوث السابقة. في الواقع أجمعت الأحاديث وكثير من الأحاديث من المدرستين، المدرسة الشيعية والسنية، على حد سواء بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد ذكر في حديث واحد 60 علما من علوم القرآن. وهذه العلوم التي ذكرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هي في المجمل في الإطار العام تدخل فيما يسمى الآن بعلوم القرآن بحسب التقسيمات الحديثة، لأننا نعلم بأن علوم القرآن منذ نشأتها قد مرت بتقسيمات، لربما ثلاث تقسيمات رئيسية. التقسيم الأول هو التقسيم القديم أو الكلاسيكي الذي اقتصر لربما على أربعة علوم رئيسية من علوم القرآن، وهي المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه وأسباب النزول. فعدت هذه علوم القرآن وما ألحق فيها فيما بعد اعتبر داخل في معرفتها وما شابه ذلك. ثم جاء التقسيم الآخر عندما بدأت المدونات تكتب والعلوم توضع لها قواعد أساسية، أضيف لها علوم أخرى على سبيل المثال علم اللغة في قضية القرآنية، ثم علم الصرف، ثم العلوم علم النحو وعلوم أخرى كثيرة جدا وضعت فيه. ثم فيما بعد التقسيم الثالث والأخير والذي نسير عليه الآن في كثير من المدونات والكتب التي تدرس في الكليات والجامعات، أضيف لها ما يسمى بتاريخ القرآن. وتاريخ القرآن عندما أضيفت له قضية مسألة شكل القرآن، تنقيط القرآن، جمع القرآن ليس بالجمع الأول وإنما من جمع القرآن، نزوله، تنزيله، موضوعه، ما يتعلق به، الهدف منه، ما شاكل ذلك من أمور، لأنها أصبحت كتب درسية تدرس الآن في الكليات والجامعات. ما هي ميزات علوم القرآن عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هي واقعا لكن أنا أذكرها. أولا أنها انطلقت من قدسية النص القرآني، أي أنها انطلقت من نفس النص القرآني. أمير المؤمنين عليه السلام، أنا ذكرت أسس وتقسيمات وأيضا تطبيقات لها، هو لم يذكر علما إلا وله آية أو آيات تنطبق عليه أو مصادق لهذا العلم الذي ذكره. ثم حاكميته، أي حاكمية القرآن. القرآن معروف بأن القرآن هو حاكم وهو النص الذي نرجع إليه، كل شيء يعرض على القرآن الكريم. ثم عصمة الإمام عليه السلام. هذه ثلاث أسس مهمة جدا في تقسيمات علوم القرآن. لو جئنا إلى تقسيمات المدارس، المدرسة الشيعية أو المدرسة السنية، الكل يعلم بأن التقسيمات الأولى للقضايا القرآنية قد ذكرت في الكتب الأولى للتفاسير، سواء كان في المدارس السنية سواء كانت في المدارس الشيعية، فلم يذكر بأنه يقال له علم إلا بعد تدوين العلوم كما ذكرنا، تصنيف أو تصنيف العلوم. وأول كتاب لربما وضع له هذا المصطلح هو كتاب فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي، متوفى 597، بهذا المصطلح الحقيقي أنه علوم القرآن بهذا الشكل الموجود. فلو جئنا إلى المدرسة السنية والمدرسة الشيعية، إذن الكتب الأولى التي هي التفاسير الأولى استمد منها جملة من العلوم القرآن، سواء كانت في نفس القرآن النص ويؤخذ ويوضع في سياق، أو من حديث ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أو من حسب كلامهم من الصحابة، أو في المدرسة الأخرى المدرسة الشيعية أيضا حديث النبي ثم حديث أمير المؤمنين عليه السلام. وأشهر الكتب في علوم القرآن في المدرسة السنية كما ذكرت هو فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي، متوفى 597، اكتفى فيه بعلوم القرآن الكلاسيكية التي ذكرناها بالتقسيم الأول. ثم تطورت علوم القرآن لتصل إلى المرحلة الثانية، وذلك على يد الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن المتوفى 794، ثم الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى 911. لكن السؤال، كم علم ذكر البرهان وكم علم ذكر صاحب الإتقان؟ كتاب البرهان للزركشي ذكر 48 علم من علوم القرآن، 48، لكن أغلبها ليست من علوم القرآن وإنما علوم مساعدة لفهم النص القرآني، ليست علوم القرآن.
الإثقال السيوطي ذكر 80 علما لعلوم القرآن، وأكثر من نصفها هي ليست من علوم القرآن، لأنه قسم المقسم. يعني مثلا المكي والمدني، السفري والحضري، السماوي والأرضي، النومي والجلوسي، وبالتالي تقسيمات كثيرة جدا وردت في نفسه، وهو مكي ومدني على سبيل المثال، لكن هو وضع تقسيمات بالنسبة إلى أوصلت إلى 80 علم. حتى أنه عندما ينقل رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام لأسباب النزول على سبيل المثال لآيات قرآنية لمكي ومدني، يقول ورد عن أحدهم، سيوطي كثيرا ما يذكر ورد عن أحدهم، ما يذكر علي بن أبي طالب بالصراحة، مع العلم أنه هذه العلوم هو أخذها من أمير المؤمنين عليه السلام. العلوم التي ذكرناها أن أمير المؤمنين قد ذكر 60 علما لعلوم القرآن، أين وردت في تراثنا الشيعي؟ أولا وردت في جملة تفاسير، منها تفسير علي بن إبراهيم القمي متوفى 307، ووردت في تفسير النعماني من أعلام القرن الرابع الهجري، مضافا إلى أنه ذكرها في رسالة واحدة مستقلة كاملة، السيد المرتضى المتوفى 436، أسماها برسالة المحكم والمتشابه، ويذكر بها حديث طويل يصل، يعني بحسب أنا التنضيد مالتي ذكرت الحديث كامل خط 16 إريال يصير 30 سطر، هذه الرواية طولها 30 سطر بالتحديد، تذكر 60 علم من علوم القرآن. وأيضا ذكرت في كتاب البحار للشيخ المجلسي، وكتاب جامع الآثار والأخبار عن النبي وآل الأطهار للسيد محمد باقر الأبطحي، وكتب أخرى كثيرة قد أوردت هذه العلوم القرآن. يذكر السيد حسن الصدر، أنا أذكر شاهد، يذكر السيد حسن الصدر بهذا الشأن بقضية لابد من التنبيه على تقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في تقسيم أنواع القرآن، فإنه أملى 60 نوعا من أنواع علوم القرآن، وذكر لكل نوع مثالا يخصه، يعني الإمام ما ذكر فقط وإنما مثال تطبيق له، وذلك في كتاب نرويه عنه من عدة طرق موجود بأيدينا إلى اليوم، وهو الأصل لكل كتاب من كتب علوم القرآن. واللي يقصدها السيد الصدر هي رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى أو الشريف المرتضى. أنا ذكرت في البحث، يعني إن شاء الله إذا يطبع قسمته بهذا الشكل، جداول موجودة إن شاء الله تجدونه بهذا الشكل، الإحصائي جداول، وأحصيته بالضبط بالدقة، هو 60 علم لهذه الرسالة الطويلة. أنا لا أريد الإطالة لأنه الوقت جدا ضيق. نعم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. شكرا جزيلا لك جناب الشيخ الدكتور ليث العتابي، وأيضا بعد أستميحكم عذرا لضيق الوقت، بعد لا نتداخل مع الشيخ الدكتور، شكرا لك.